المقادير بتاعتنا عبارة عن معلقتين سكر بمعلقة الأكل دي، معلقتين سكر، ذرة ملح، بيضاية واحدة، معلقة كبيرة برضو من نفس المعلقة دي خميرة، نص كوباية لبن، كوبايتين دقيق، ربع كوباية زبدة. لازم تكون زبدة يا جماعة مش سمنة، بس تكون سايحة. أنا سيحاها أهي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ربع كوباية، هي كوباية، ربع كوباية، هي ربع كوباية. ودي مقاديرنا كلها ومعلقة الخل. إن شاء الله نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هتجربوه بالطريقة دي هتعجبكم جدا وسهلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايتين الدقيق. بسم الله. معلقة كوبايتين الدقيق، معلقتين السكر، رشة الملح، نقلب. قلب كويس. معلقة خميرة كبيرة. بسم الله. ادي المعلقة. بسم الله. نص كوباية لبن. بسم الله. ربع كوباية زبدة تكون سايحة. بسم الله. معلقة الخل. طبعا هتقولوا لي الخل ليه؟ هقول لكم كده. هنشوف العجينة بتاعتنا عملت ايه. ما شاء الله على خمرت اهي. هسيبها كمان شوية صغيرين، كمان شوية صغيرين قوي. حطي مية، ما عندكيش زبدة يبقى حطي زيت. يعني كده خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. سهل جدا، ما خدتش معايا وقت بالتخمير لان الجو حر زي ما انتم عارفين. طبعا العجينة دي هركنها، مش هعملها الا ايه، لازم تستريح برضو شوية. هعمل غيرها باقي العجينة. اللهم بارك. بسم الله، بسم الله. طبعا انا مش عاملة حجمها كبير قوي لان اما بتتحط في الزيت بيتضاعف حجمها، شايفين. اللهم بارك. جميلة جدا، حلوة، وجربوها بطريقتي ان شاء الله تعجبكم، مش هتندموا ابدا ولا هتعرف هيسيح. شايفين جمال الصوص الشوكولاتة البيضة، تحفة تحفة. وادي الصوص الشوكولاتة البني، انا طلعته لقيته تقل جدا اهو. فهعمل ايه، انا حبيت بس اوريكم. لو انت طلعتيه من الثلاجة ولقيتيه جامد، حطيت له حوالي معلقتين الاكل اللي احنا بناكل بيهم لبن. لبن اهو، وهضربهم. حبيت بس اوريكم كده عملي. لو انت طلعتيه من الثلاجة ولقيتيه من الثلاجة، هروح حاطه له معلقتين لبن واضربه. لقيتي اتقل احط شويه لبن، حسب ما انت عايزه تقلي الصوص الشوكولاته البني. شايفين اهو، حطيت له معلقتين بس اهو. شايفين عمل ازاي، بقى تحفه اهو. انا بس حبيت اوريكم. لو انت لقيتيه تقل هتقولي اعمل ايه، لا جبت لك الحل، تحطي معلقتين لبن وتطلعوا. ادي بعد هنخلص الكمية بتاعتنا ونرجع لكم. وادي يا جماعة الدونتس بتاعنا.